من النهاردة بنحلم لبكرة. المرأة لازم يكون لها دور طبعا في البرلمان، وممكن تكون مفيدة أكتر من الرجال أو بعض الرجال، يعني لازم يكون لها دور، وأكيد هي حتأدي خدمة عشان حتى تستمر بعد كده. والله ما تفرقش كانت واحده ست او راجل، المهم اللي يقدم الخدمات والمتواجد بين الناس. ست ممكن تتفوق على عضو مجلس الشعب اللي موجود جوه مجلس الشعب حاليا دلوقتي. ما اشوف ستات قاعده في البرلمان في مجلس الشعب تبقى يعني حاجه غريبه. انا رايي اللي في اماكن في الدوله وفي كراسي او مناصب في الدوله، يعني ما ينفعش المراه تبقى ماسكه المنصب دوت او في الكرسي ده. على الاقل مش هنشوفها نايمه في البرلمان. احنا بنشوف كتير قوي نواب رجاله بيناموا في البرلمان وبيعملوا حاجات غريبه او عجيبه يعني، لكن الست انا حاسه هتبقى اكتر من الراجل مسؤوليه اكتر شويه يعني. ما دام المراه كفء وعندها الامكانيات انها ممكن تبقى تتحمل المسؤوليه، مفيش مانع انها تترشح واحنا نرشحها ونساعدها انها تبقى موجوده في مجلس الشعب. تفعيل دور المراه في البرلمان ده امر طبيعي وواجب ولابد انه يكون موجود. النايبه النهارده احنا انتخبناها من 5 سنين، شفناها ساعه الانتخابات بالظبط، بعد الانتخابات ما شفناهاش. احنا في دايره بقالنا 5 سنين ماسكاها واحده ست، اديتها صوتي قبل كده وللاسف خساره فيها. الست بتدي اكتر من الراجل لسببين، اولا لان الست لسه بتثبت ذاتها وبتثبت انها تقدر تعطي زيها زي الراجل ويمكن اكتر. انا كان نفسها تيجي معانا تشوف مشاكلنا كموظفين وكمواطنين وتنقلها للمسؤولين، ما بنشوفهمش الا قبل الانتخابات. اكبر غلطه ان يرشح واحده ست، اولا الست ما بروح لها في اي مشكله ما بتقومش معانا، بس هي كويسه مش شايف ان الست تبقى برضه ماسكه نايب. انا برشح الست، ولو انتخبت تاني هرشحها، لان انا فعلا جربت قبل كده الرجاله ما فيش فايده، كل واحد همه الحصانه، كل همه يعرف يجيب فلوس ازاي، انما الست انا من وجهه نظري الست هتخدم. انا النهارده لما اكون عندي مشكله مش هروح اجيب الست من بيتها الساعه 2 بالليل، انا عندي مشكله تعالي حلي مشكلتي. حتى البني ادم مننا كراجل بيبقى محرج ان هو رايح للست البيت. بالنسبه للدايره بتاعتنا كارياف وفلاحين لازم الراجل يكون متواجد مع الناس، بتجيب واحد مندوب تقعده في قلب مكتب وبيتكلم بالنيابه عنه. الكلام ده طبعا ما كانش ممكن نقدر نسمعه قبل قانون 56، قانون اللي اتعمل سنة 1956 والدستور الجديد اللي ادى الحق للمرأة. طبعا وقتها لو كانت قال الكلام ده كان يعني اعتبروه انه فيلم خيالي كده من الخيال انه المرأة ترشح نفسها، لانه كان زمان قبل كده كل الدساتير اللي قبل الدستور 56 كانت اساسا بتمنع المرأة مش انها تروح ترشح نفسها، انها اساسا يكون عندها بطاقة انتخابية تروح تقول من حقها انها تختار فلان او علان. احنا النهاردة في الحقيقة فتحنا الموضوع ده علشان نتكلم مع حضراتكم على ان في بعض المجالات انه المرأة كانت بيرفضوا انهم ان هي اساسا تدخلها، وكان المجتمع بيسخر منه. دخول المرأة البرلمان كان جزء من السخريه دي، يعني في الحقيقه كان قبل كده كان ابتدوا حتى لما عرفوا ان المرأة ناويه ترشح نفسها او ناويه انها تدخل البرلمان المجتمع كان بيسخر منها بشكل وباخر، لكن في الحقيقه ده اعتقد انه نتيجه يعني جت في صالح المرأة لانها ثبتت وجودها. ثبت وجودها ازاي ولحد فين هي نجحت، ده اللي احنا هنحاول نعرفه النهارده من خلال لقائنا بشخصية عزيزة عليا جدا أنا بحبها جدا وبعتبرها أستاذتي، هي الدكتورة منى ذو الفقار، وهي المحامية الناجحة جدا وأيضا عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بيك يا منى. أهلا بيك. أولا عايزة أقول لحضرتك حمد لله على السلامة، أنت لسه جاية من زيورخ وكنت خدتي الدكتوراه الفخرية من أعرق كلية حقوق في زيورخ. انا بقول لك الف مبروك، انت تستاهلي احسن من كده واكتر من كده بكتير. الله يخليك. الله يخليك. هو هي كانت حاجه مدهشه الحقيقه، انه الواحد ما بيتخيلش انه الجامعات الاوروبيه او المتابعه اللي بيحصل في بلادنا وفي منطقتنا العربيه او في الساحه الدوليه، يعني مش ما حدش بيتصور كده، لكن يبدو انهم فعلا متابعين وكتر خيرهم انهم يعني بيقدروا المجهودات اللي احنا بنعملها في بلادنا وفي منطقتنا. احنا سعداء والحمد لله على سلامتك. يمكن زي ما حضرتك قلت يعني سمعتيني دلوقتي بتكلم عن فكره انه كان زمان ممنوع على المراه انها حتى تروح يعني تنتخب اللي هي عايزاه، ما كانش بيسمح لها حتى بكده. جه قانون الدستور 56 والماده 21 وقانون بعد كده 72 لسنه 56
56 وادوا للمرأة حق ان هي تدخل انها حتى ترشح نفسها وترشح غيرها. واقع ده على المرأة وقتها كان عامل ازاي؟ انت عارفة انه اولا دي كانت نتيجة كفاح أكيد. دي ما جاتش بسهولة كده، يعني المرأة المصرية يعني كافحت وأضربت عن الطعام وتظاهرت، وفي بطولات بتطالب بالمساواة في الحقوق السياسية. فدي كانت معركة دخلتها المرأة المصرية في الخمسينات وكسبتها في دستور 56، وابتدت من ساعتها تحاول تثبت وجودها في هذا المجال. لازم ابتدينا في 57 كان عندنا نائبتين منتخبتين فقط، كانت السيدة راوية شمس الدين مشهورة براوية عطية، كانت أول واحدة تدخل البرلمان مظبوط، وكانت نائبة أدائها كفء وكانت محبوبة جداً، ويعني كان حظنا انها هي كانت يعني بداية لتجربة بتثبت جدارة المرأة المصرية، وابتدت توالت الاجيال بعد كده. ولكن في النهاية كان في دائما ثقافة مجتمعية ضد بتقاوم بشدة هذا الاتجاه. في المقابل انه كان في ثقافة مجتمعية طول الوقت، كانت الثقافة المجتمعية بتقاوم، لكن في المقابل كان في برضو يعني كل فترة كده، مثلا في نهاية القرن 19 كان عندنا عائشة التيمورية ومجموعة من زميلاتها كانوا بيحاولوا بيعملوا مجلة بيطلبوا فيها ان المرأة تتعلم وانها تخرج للعمل، مش بس المرأة المصرية، المرأة بس العربية، وقانون الاحوال الشخصية. يعني انت بتتكلمي على اخر القرن 19 واخر القرن 20، كانت دي بدايات لنهضة لمصر، فكان طبيعي جزء من النهضة يبقى مطالبة بحقوق المرأة وبالمساواة. وبعد كده جاء كتب قاسم أمين وجاء رفع الطهطاوي، ودخلنا على رواد النهضة والإمام محمد عبده من يعني من الأبطال بتوع النهضة في هذه المرحلة، اللي دفعوا عن فكرة أو مبدأ المساواة وحق المرأة. كانوا مهتمين في وقتها بالتعليم، كان وقتها حق في التعليم حتى مش موجود. فإحنا يعني دخلنا في تطور مراحل، وصلنا في الخمسينات إلى أننا كانت يعني المعركة من أجل الحصول على المساواة في الحقوق السياسية. دستور 56 أقر مبدأ المساواة في مجال الحقوق السياسية، وبالتالي مبدأ المساواة أصبح هو الأساس أمام القانون بالنسبة للرجل والمرأة سواء. لكن عندنا مشكلة كبيرة جدا في مصر، إن إحنا يعني دايما بنبقى سباقين نحط المبادئ الجميلة في الدستور وفي القانون، لكن لما بتيجي عشان تطبقي تنزلي من المبادئ الجميلة للواقع المجتمعي تلاقي في فجوة كبيرة جدا، وتلاقي إنه المبادئ دي ما بتتطبقش أو ما بتجيبش النتائج اللي إحنا دائما يعني القانون ما بيغيرش الواقع. القانون مجرد بيفتح باب شباك بيقول والله أنا أقريت الحق، اتشطروا بقى وحطوا آليات وحطوا سياسات اشتغلوا عشان تخلوا المبدأ ده يصل من إنه يبقى مبدأ جميل مكتوب بخط رائع في الدستور أو في القانون إلى إنه يبقى واقع بتعيشه المرأة وتعيشه ويعيشه الرجل ويعيشه الشاب والشابة والطفل والطفل. صحيح. يمكن ده بيفكرنا كمان بناس يعني برضو مش عايزين نغفلهم وإحنا بنتكلم، يعني عندنا نبوية موسى هدى شعراوي، منيرة ثابت، يعني سيزا نبراوي، ملك حفني ناصف، دول يعني الحركة السياسية الحديثة اللي في مصر. أنا ليه بتكلم معاك في كده؟ دول كانوا سيدات. طيب احنا دلوقتي عندنا مجلس قومي للمرأة، وفي الحقيقة بيعمل كل حاجة، يعني احنا بنقدم للمرأة كل حاجة، لكن اسمحي لي اقول لحضرتك انه يعني في حاجات بتقلق، يعني في نسب انا شفتها دلوقتي، يعني قالوا انه نسبة السيدات المشاركات في الاحزاب تقريبا لا تتعدى 0.5%. ايوه مظبوط، نص الاحزاب يعني الستات في الاحزاب 0.5%. الهند اعتقد 19% نسبه الناس اللي راحوا، السيدات اللي راحوا ينتخبوا في البرلمانات الاخيره بتاعه مجلس البرلمان الاخير، انتخابات مجلس الشعب الاخيره، يعني كانت النسبه ضئيله جدا، يعني نسبه كل اللي راحوا الانتخابات ضئيله يا منى، يعني انت في رجاله. ايوه رجاله وستات كانت النسبه ضعيفه جدا. بالزبط. لكن لو بصيتي شفتي ان نسبه، بالعكس ده احنا بنقول انه في فجوه كبيره جدا بين ممارسه المراه المصريه لحقها في الانتخاب، لانهم بيستغلوها
بيشتروا صوتها وبيستغلوا انها يعني